أبو معتز عنده 3 أطفال ما يتكلمون، يعني خرس ما يتكلمون أبداً. عنده مشكلة رح يطرحها من خلال برنامج الهوى عراقي. خلينا نشوف وين عايش وشنو مشكلته. على المأساة يعني ظروفي حال تعبانة، فشت أداوم بالجور يومية مستشفى مال النصر، فكانت يحسبوني 150,000 دينار. فورا فترة أستاذ دكتور حسين البياتي نهى خدماتي، فماكو يعني سبب، أريد السبب ما أعرف. يعني فجأة ما جاني إلا الكتاب إنها خدمة، وهن 150,000 كان ينطيني إياهن. فشات المستشفى مهجورة كان ساكن بيها، كان بيها مواد وأنواع أشكال بيها غراض، فحافظت عليها، فحاولت يعني بقدر الامكان اخر شيء يدز لي كتاب انها خدمه. وانا بظروفي صعبه جدا وبرقبتي 3 خرسان معتز وعايشه وورود، فالمعيشه صعبه. فاريد من المسؤولين، من اريد من سيد المحافظ، من استاذ ارشد الصالحي واجهته، فاريد ارجع للوظيفه، فظروفي تعبانه بشكل. الناس الطيبين، الناس الخيرين لمولي على بلوك، على صرايف، على يعني سمنتات، رملات بنيته وقعدت به. زين والله يخر، اي والله صادق يخر. هذا شوف الخارور هذا موجود، هذا امكانيه ما عندي، امكانيه ما عندي، امكانيتي تعبانه بشكل. يعني احسب تجي ايام حصل كيس الحليب ما اقدر اشتري. الله شاهد كيس الحليب يعني هو 1000 دينار 1000. زين فما ادري هاي الحكومه، يعني اريد يعني راس خيط. يعني واجهت وكيل الوزير استاذ زامل، قال لي روح انا اخابر لك المدير العام. فقلت له استاذ انا ما اريد تخابر، اريدك تنطيني كتاب، كتاب رسمي اوديه. هاي الكتب ينطوني هالكتب، شوف استاذي هالكتب تستدد اني انا اودي هالكتب، ما يعترفون بها بالدوائر الحكوميه، يقول لي روح على البريد الالكتروني او وجه الوزير. فامكانيه ما عندي، انا بعت وحده من التراتشي تا رحت لبغداد، وعلى ايد شخص همين انطاني 50,000 ساعدني قبل اسبوعين تقريبا. فحال الماديه تعبانه بشكل، ف بس اريد يعني ارجع لوظيفتي، لانه هسه اجور يوميه صارت 350,000، هم نعمه همش سد لي الثقرة، فما بيها مجال يوم اروح اشتغل. يعني الشغل ماكو، يعني العمالة تطلع من الصبح للأربعة الصبح تقفل المصدر، تنزل لك 1000 بلوكة 10,000 دينار. وانت ايش تشتغل يومية؟ تروح تسوي؟ ما اريد اسولف، يعني معاناتي يعني وصلت اروح اشيل كرتون اشيل قواطي مال بيبسي، ما اقدر اسولف هالامور، فانطريت. يعني هذول اخرس، الاخرس يريد قوت ياكل، فشي اجيب له؟ هو قاعد ما يقدر، يعني هسه انا اخاف عليه يطلع لا تضرب السياره، لانه اطرش واخرس ما يسمع، فاخاف لا يندع. فهاي المشكله عندي. ثلاثتهم وروده عائشه ومعتز وورود. زين بها مجال تعالجهم؟ والله اذا امكانيه بالاردن يقولون اكو، وبالتركيا وايران، فامكان يعني ما عندي. انا يا دوب يعني ناس الخير لما تلقى البيت تقعد بيه. يعني هي عنده صلاحية، عندهم يعني إمكانية دولة، يعني أخي دولة، فتقدر تسحب هذه. فكل ما أروح يقول ماكو تقشف، ما أدري على الفقير التقشف، ما أدري. والله بالجسم غير بالبيت، يعني أرعاهم ويعني أعلمهم على شيء، يعني شو اسوي؟ يعني انطيهم يعني شيء، يعني اوصلهم الشيء، اقول لهم شو تريدون، يعني هم ياخذون الشيء الحاجه، يعني يقولون هذا. اي والله خاف عليهم، ما صاد الباب قفلته، ما خليهم يطلعون حتى هنا، يعني داخل البيت ما خليهم حتى الحوش، ما خليهم يعني لا علاج لا يعني راتب لهم، يعني باكر هم مستقبلهم، يعني راتب لهم يعني من الرعايه. هاي امكانيتي، هاي كل اشتري مستعمل من سوق الجمعه، اجيب الهيتر، اجيب التلفزيون، يعني شو اسوي؟ احسب مولد ما عندي، كهرباء بس وطني، مولد ما اقدر انطي فلوسه.
الامبير يقول 8000 دينار، منين 8000 دينار بدل ما احط بحلوبهم؟ وهذا اكلهم يختلف، احتياجات خاصه يختلف، يريدون حليب، يريدون واكلهم سبحان الله يعني عدس احمر، يعني لحم ما لحم فواكه الحمد لله ما ياكلون، يعني شغلات بسيطه مثل صوصج مثل جبن. فاطلب انا من يعني استاذ راكان يعني انطاني هالكتب، هالكتب جاي اوديها للصحه ما جاي ياخذونها، ما جاي تمشي بالصحه. فوكال يعني استاذ كريم حسين وكيل كان قبل وكاله، فكان اكثر من كريم ولي يحكم واكثر من المحافظ يحكم.